يسوع. عودي معكم لمتابعة عالم الصباح. طبعا دايما بفترة عيد الأضحى النشاطات اللي بتصير بلبنان بتكون كتيرة، والجمعيات كتار يلي بيعملوا طبعا تكريم لهالمناسبة ورسم الضحكة على وجوه الأطفال والمحتاجين والمحرومين من هالابتسامة اللي لازم نفكر فيها على مدار السنة مش بس خلال هالفترة. ولكن مشكورين جمعية الإرشاد والإصلاح يلي دايما تهتم بكل المناسبات وبكل الأيام بمجموعة كبيرة من الطلاب ومن الأشخاص يلي بحاجة لمساعدتهم. ضيوفي بالاستوديو سيدي نجوى نعماني، نائب رئيس دائرة الإعلام بجمعية الإرشاد والإصلاح، أهلا وسهلا فيك. والسيد خالد طقوش، مسؤول قسم الطلاب بهالجمعية هيدي. نحكي اليوم عن مشروع الأضاحي ومهرجانات الجمعية بعيد بالعيد بوسط بيروت وعرمون، والعنوان هو وقفة تترك أثرا في عدة وقفات رح نحكي عنها. سيدجو نجوى صباح الخير. يعني شو العنوان؟ وقفة تترك أثرا في عدة وقفات، شو هن الوقفات اللي رح تقوموا فيها خلال عيد الأضحى بلبنان بمنطقة وسط بيروت وبعرمون؟ وقفة تترك أثرا هو شعار اللي رفعته جمعية الإرشاد والإصلاح مثل بهالمناسبة عيد الأضحى. نعم. مثل كل مناسبة تطلق شعارات بتطبق أعمال عليها. نعم. فالأهم وقفة هي نحن عنا وقفة الحاج، في وقفات كتير هلا بيحكي عنها خالد طقوش، بس بالنسبة يمكن جمعية الإرشاد والإصلاح هي تأسست سنة 1984. نعم. بتشتغل بأربع ميادين. نحن بقى نعرف لأنه يعني صرتوا معروفين اسمها، بس كمان اللي ما سمعنا اسمها. الميدان الدعوي. نعم. الإرشادي الخير الإنساني، الميدان الاجتماعي، والميدان التربوي. نعم. تهتموا بأي كافة فئة؟ كافة شرائح المجتمع. نعم. بكافة الصغار والأكبر، كل برامجنا بتغطي كافة شرائح المجتمع. نعم. بين طلاب، بين ناشئة صغار من عمر الأربع سنين وطلوع. نعم. للنساء والرجال، محاضرات، أشياء ترفيهية ثقافية، الارتقاء الفكري بكل هالشرائح لتكون فعالين في المجتمع. هل تطلب منكم المساعدة ولا حضرتكم بتفتشوا على الأشخاص اللي بحاجة لهالنشاطات لهالمساعدة؟ من الجهتين يعني. نعم. نحن اللي بيمكن الناس بتجي بتحب تقدم طلبات، أو كمان نحن منشوف ناس كمان منساعدها، وأكيد من خلال دراسات معينة منطبق عليها. نعم. خالد، نحن بنعرف أنه خلال فترة العيد مفروض الإنسان يفكر أكثر من بقية الأيام بخيو الإنسان. صحيح. لأنه دائما الفرحة هي للطفل، وحضرتك مسؤول قسم الطلاب يعني. صحيح. مجموعة من الأطفال. نحن بالواقع قسم الطلاب جمعية الإرشاد والإصلاح هو قسم قديم بقدم الجمعية، يعني عم نحكي 34 سنة. نعم. هذا القسم هو الخزان البشري تبع الأعمال بالجمعية. بتعرف بموسم العيد بيكون في عنا أكثر من مشروع أساسي يقوم فيهم معظم المتطوعين. مشروع الأهم هو مشروع الأضاحي، اللي هو استلام تبرعات الناس اللي بدها تضحي. بتطلب انه نحن بتوكلنا كجمعيه انه نحن نضحي عنها. بيرجعوا اول يوم العيد بتتم الاضاحي بمسالخ وفق المواصفات المطلوبه، بينتقل اللحم بكميونات مبرده من اجل تسليمها لاصحاب الحصص اللي هن اجوا هن وكلونا، بيرجعوا بياخذوا هن اللحم اللي ضحوا فيها، وهن بيوزعوا بونات على الاشخاص الهدايا او المحتاجين اللي هن بيشوفون. فالجمعية عم تلعب دور هذا الوسيط، يعني هي المصداقية موجودة مع الإرشاد والإصلاح يعني هون، ولكن بتأكدوا عليها الحمد لله. الدور الأساسي اللي بيلعب الطلاب هن تأمين سلامة هالمراحل اللي عم يمرق فيها مشروع الأضاحي، تقطيع اللحم ضبه بكياس مرتبة وتوزيعها على الأشخاص المستفيدين منها يلي هن جايين معهم قسائم موزعة لهم مسبقا. بالإضافة لهذا المشروع اللي هو مشروع بياخد منا تقريبا حوالي 100 متطوع بين أول وتاني وتالت يوم العيد بس، ولكن أول يوم العيد هو الضغط الأكبر يعني. نعم. بتقوم ترجع الجمعية بمشاريع أخرى، هلأ إن شاء الله هتحكي عن المهرجانات اللي حتقوم. بضل في عنا موضوع أساسي جدا هي موضوع المعايدات بمراكز الجمعية، بتستقبل الجمعية كل الناس اللي بتجي أكان. نعم. بدها تضحي أو بدها تعايد أو بدها تسأل عن الجمعية بمراكزنا ببيروت، بجامع السلطان، بجامع حمزة على الكولا، بعرمون مسجد الحسن، بطرابلس، وبعلبك، كل مراكز جمعية بتكون مفتوحة. نحن عنا بعد مركز بعكار. نعم. ببرقايل، وعنا مركز كمان بعرسال، وهلا عليكم. في صار في مسجد بكفرشوبة. نعم. على الحدود. نعم. مع فلسطين المحتلة، وفي عنا مركز بالفاكهة، واليوم الحمد لله عم يبشرونا انه صار في مسجدين مع مركزين يعني قابلين للانتهاء ان شاء الله
واحد بأشحيم وواحد ببرجة. فالحمد لله ثقة الناس هي اللي وصلتنا لأنه إحنا نخدم الناس. نعم. نحن بالآخر عم نشتغل وسيط بين أهل الخير واللي محتاجين لحتى ننفذ هالأعمال. بس نحكي عيد الأضحى والأضاحي، دايما الأضاحي تقتصر على اللحم، ولكن يمكن الواحد يساعد بمقتنيات تانية. نعم، الفكرة بالأضاحي هي إذا بده يحصل الواحد أجر الأضحية هو أن يقدم مال لذبح أضحية في بقلبها شروط شرعية يعني. ولكن طبعا هذه العشرة أيام اللي الله عز وجل أقسم فيها بالآية والفجر وليال عشر، هالليالي العشر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما في عمل صالح بهالليالي العشر إلا بيكون مقدر عند الله عز وجل بقيمة كتير كبيرة. فعنا عشرة أيام مثل بونس يعني. نعم. الحسنة بعشرة بسبعمية. نعم. بألاف الأضعاف. نعم. فهيدي الأوقات أكيد أي عمل صالح فيها هو مطلوب ومرغوب، أكان التبرع بالعينيات بالماديات وحتى التبرع بالوقت واللي هو اليوم صار كثير غالي. كثير يعني. غالي الوقت ما بالضبط كل عمره مش اليوم بس 100%. أنا برجع لك خالد. ستنا ست نجوى، خبرينا شوي عن المهرجانات رح بتصير خلال هالفترة. نعم. مجرد ما نقول نحن عيد الأضحى دغري يعني بيرجع لفكرنا شيء الفرح. صحيح. فنحن عم نقول للناس تعوا فرحوا معنا وتعوا عيدوا معنا من خلال مهرجانين كبار حيصيروا به وسط بيروت بعرمون. المهرجان الأول وسط بيروت بالتعاون مع سوليدار بالأرض مقابل على الواجهة البحرية حرير رفيق حريري بارك مقابل فور سيزن. نعم. في ألعاب كتير، ألعاب النفخ، في مشاهد تمثيلية، عروض على المسرح مع ميني ستوديو، ألعاب كيرمس اللي من خلال الأولاد بيربحوا على هدايا، أنشطة كتيرة، تلوين ورسم. الكل مدعو لأنه يشارك، كل الدعوة عامة. والحلو. نعم. كتير كمان أنه الموقف مؤمن مجانا. نعم. يعني بالأرض أرض كتير كبيرة، ألعاب متنوعة، في فود كورت، كذا فود ستيشن يعني موجودين. برافو. لأنه بيستقبل الأولاد من عمر 4 سنين ل15 سنة. أي متى هالحفل؟ أول يوم وثاني يوم وثالث يوم العيد. ثالث يوم العيد من الساعة 5 العيد الثلاثة هون أول أيام العيد من الساعة 5 لساعة 10 بالليل. نعم. هالثلاث أيام. أها. هي بالنسبة للمهرجان. نعم. بعيد الأضحى فينا نقول أنه كمان تعقيبا على كلامه في عنا 150 متطوع عم يشتغل ضمن هالمهرجان. ونيك صبايا وشباب هلا هو باللحم بس الشباب بيشتغلوا. ايه ما واضحة يعني كل شيء بيشبه شيء. ايوه هونيك صبايا وشباب 150 متطوع. ألعاب كتير متنوعة لندخل فرحة لقلوب الأولاد كلياتهم. نعم. المهرجان الثاني كمان بعرمون بشارع مركز الحسن قرب مركز الجمعية هوني في مركز الحسن اللي بعرمون بعد مفرق بنك لبنان والمهجر. ثاني وثالث ورابع يوم العيد من الساعة 3 للساعة 10 بالليل. ألعاب كمان كتير متنوعة مثل ركوب الأعتافة، ألعاب نفخ، ألعاب هوائية، كمان رسم على الوش، في زاوية معرض، بالونات هيليوم، طبع على المجز والتيشيرت، كمان زوايا عطورات وسيراميك وهالقصص حتى نفرح الأولاد بأكثر من ميدان. كمان ألعاب كيرمس اللي من خلالها الأولاد بيربحوا هدايا. نعم. وكمان على بطاقات الألعاب اللي موجودة معهم حيصير في سحب على هدايا اللي هي دراجات هوائية، قسائم شرائية. نعم. قسائم عينية، يعني أي شيء حتى يفرحوا الأولاد. كمان نأكد أنه هو مهرجان عائلي. نعم. يعني العائلة بتجي، أي كل واحد حيكون في له زاوية حينبسط فيها، يعني حتى قعدات العائلية نرجع كمان منأكد فيه الفود كورتس، زوايا طعام متنوعة، ينطروا أولادهم وبيتسلوا. نعم. وبينبسطوا. يعني دايما أنا بدي لكم شغلة، بعترف لكم جمعية الإشادة والإصلاح أنه نشاطاتكم دايما فخمة وحلوة ومنظمة بشكل حلو، وبتكون بتعطي البسمة والفرحة. نعم. وهالوقفة الفرحة اللي حضرتك عم تحكي عنها خلال وقفة العيد بتشمل كل الناس يعني، مش بس. نعم. الأولاد اللي حابين هن يروحوا يلعبوا، نحن في عنا قسم، نحن كمان في عنا قسم يهتم بالأيتام. نعم. اللي دخول لهم مجاني والألعاب مجانية، يعني عم يصير في دعم لهالنشاط لحتى نفرح كل الأولاد، لأن العيد لا يقتصر على فئة معينة لكل اليتيم الناس. هو يتيم الأب أو الأم يعني المقصد منه. لا يتيم الأب. يتيم الأب. أوكي. يتيم الأب. صح. في كتير عدد من الأيتام كافلتهم الجمعية حوالي 900 يتيم. نعم. فنحن بنحاول ندخل الفرحة لكل الناس ويدفعوا دخلية ويضلوا كلهم بخير وبركة. خالد خبرنا شو الوقفات خلال وقفة. نعم. عيد الأضحى يعني في الواقع الأضحى. عيد الأضحى هي كانت استذكار لسيدنا إبراهيم اللي هو وقف الوقف العظيم لما أمر بذبح ابنه، فوقف ولبى طلب الله عز وجل، والله عز وجل فدى سيدنا إسماعيل بهذا الذبح العظيم. نعم. ومن بعده يعني درجة السنة بأنه كل الناس
ترجع تذبح فداء لهذا الفداء العظيم تلبية بأمر الله عز وجل. فالوقفات الأساسية اللي بتكون هي بداية وقفة الحج. نعم. وقفة الحج في هذا الموسم هي وقفة لكل الناس، أبيض أسود غني فقير، كل الناس بثوب واحد، كل الناس ما فيها فرق. صحيح. كل الناس سواسية مثل أسنان المشط، واقفة بهذا الموقف على بمكة. حبيت منك مثل أسنان المشط. نعم. منيحة. بمكة أو بعرفة أو بمنى عند الرجم، يعني كل المواقف هي بيكون الناس متساوين فيها. نعم. وهذه وقفة الحج، يعني لحتى بالإسلام أن يؤمر الإنسان بحياته كلها يوقف هالوقفة. نعم. لأنه هيدي الوقفة رح تجدد فيه معاني ما شايفها من قبل، حترجع تعمل ولادة جديدة لهالإنسان. أوكي. بعد هيدي الشعيرة، لأنه حس فعلا أنه قيمته الإنسانية والبشرية مرتبطة بعلاقته برب العالمين. نعم. مش مرتبطة بمصاري ولا بغنى ولا بفقر ولا بجاه. هو أصلا العطاء بالحياة بدون مقابل هو فرحة. صحيح. بتعود للشخص بحد ذاته قبل ما تروح لغيره. يعني هيدي واضحة، واضحة عليكم الفرحة دايما وقت تجوا تخبروا عن نشاطاتكم، وبتصور كل أعضاء جمعية الإرشاد والإصلاح بفكروا بنفس الطريقة. الحمد لله. الأشخاص اللي بيعطوا من قلبهم. وعنا بعد فرحة صغيرة حلوة. نعم. هي لشبرقة العيد للأولاد. نعم. للأولاد اللي بيأدوا صلاة العيد في المسجد هيتوزع عليهم أكياس هدايا، يعني نوع من التشجيع لهم على الخطوة. هيدي وين بتصير؟ أي مسجد؟ بالمساجد، مسجد السلطان ومسجد حمزة. نعم. والحمد لله إجانا أكياس تبرع هدايا كتير، يمكن ننطلق لأكثر من مسجد عم نتعاون معهم. فإذا طيب أنا بدي منك بس الوقفات اللي رح بتصير عندكم جمعية الإرشاد والإصلاح أسماء. في وقفة الفرح حكينا عنها، مع المهرجانات. مع المهرجانات. نعم. وقفة الأضحى اللي هي وقفة الأضاحي، وعندنا وقفة العمل الخيري يعني، وعندنا وقفة الدعوة اللي هي عمل الحج. احنا في عندنا حملة اسمها حملة السلطان محمد الفاتح، الحمد لله بترافق تقريبا بحدود 150 حاج كل سنة، غير العمرات اللي على مدى السنة بيكونوا بيطلعوا. نعم. الخدمات بيكون فيها مميزة جدا الحمد لله، عندنا 5 نجوم الخدمات كلها بمرافقة متخصصين ودعاة بمستوى ان شاء الله، يعني الحج بيتأمن له كل الراحة وكل الحاجة الإيمانية اللي هو طالبها. يعني نعم. الحج ما أنه رحلة عادية، الحج هو رحلة إيمان. نعم. يعني رحلة إلى الله. صحيح. فهذا منحاول قد ما فينا بالحملة أنه نأمن له هيدي الوقفة مع الله عز وجل بدون ما يكون عم بفكر مليون شغلة، أكان السكن ولا وجع الراس ولا التنظيف ولا الأكل. برافو. خلق هيدا كله منكفية. نعم. وبيروح بس ليرتاح بالمناسك. نعم. فهيدا اللي منحاول نسعى أنه نأمنه. صحيح. برافو. ست نجوى تحب تقولي شيء أخير؟ كمان احدى الوقفات اللي بتفرح، نحن عنا توزيع هدية العيد وكسوة العيد للأطفال. نعم. هذا كمان جانب كتير مهم على مدى كل المناسبات نحن نحاول نأمنه، ومنحب نعايد كل الناس نقول لهم كل سنة وانتم بخير. الجمعية تستقبل المهنئين بمراكزها مثل ما قال بالسلطان محمد الفاتح، مركز السلطان محمد الفاتح، مركز مريم على الكولا، وبطرابلس وبعكار. أهلا وسهلا فيهم أول يوم العيد من الساعة 6 للساعة 8، وأي حدا بحب ياخذ أي معلومات يتواصل معنا على 0-31-40-25. مكاتبنا عم تستقبل المضحين خلال هالأوقات كل هلا لثالث يوم العيد. نعم. فيتواصلوا معنا على 0-31-40-25، نحن مستعدين نساعدهم. كل سنة وأنتم بخير. مشكورين خالد ونجوى، إن شاء الله دايما بالتوفيق. شكرا. يعني أنا بدي أقول إنه الله يكثر من أمثالكم، وهالجمعية كمان ده الله يوقفها على إجريها قد ما فيكم. قدموا الأضاحي خلال فترة العيد، لأنه في كتير عالم إذا أنتوا عندكم صعوبة أنه تستدلوا عليها، جمعية الإرشاد والإصلاح بتدلكم، وأكتر من الجمعيات اللي عم تهتم بها المواضيع هيدي. ضروري 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 دايما نفكر بخينا الإنسان، لأنه نحن كلنا شو ما كانت طبقتنا الاجتماعية أخوة بالإنسانية، شو ما كانت انتماءاتنا، شو ما كانت دياناتنا، شو ما كانت مذاهبنا، كلنا ولاد الله وأخوة بالإنسانية. إن شاء الله يا رب دايما نخليكم بهالهمة هيدي. خلينا ناخد بريك وبعدها منعود للمتابعة نحن وياكم على مصباح لليوم. ما تروحوا على مطرح، خليكم معنا.